ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك على الأبواب. ها هي العشر على الأبواب، يا من أضعت الأوائل والأواسط من رمضان، ها هي العشر على الأبواب، يا من أسرفت على نفسك في رمضان، ها هي العشر على الأبواب، يا من أضعت الصلاة والصيام، ها هي العشر على الأبواب، يا أيها المسلمون العشر على الأبواب، يا أهل الصلاة أقبلوا، يا أهل الصيام أقبلوا، يا أهل التهجد أقبلوا، يا أهل الزكاة أقبلوا، فنحن مقبلون على العشر، فهي خير ليالي الدنيا، العشر خير من الأهل ومن المال ومن الولد ومن الذهب ومن الفضة، وكيف ذلك وهي العشر الأواخر من رمضان. القرآن الكريم، القرآن الكريم كلام رب العالمين الذي تحدى الله به البشرية، تحدى الله به العرب والعجم، تحدى الله به صناديد الكفر. القرآن الذي لا تنتهي عجائبه، القرآن المعجزة الخالدة، القرآن طبيب القلوب، القرآن كلام علام الغيوب، هذا القرآن، هذا القرآن نزل في هذه الأيام. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. قال ابن عباس: والروح هو جبريل، جبريل، جبريل أمين السماء وأفضل الملائكة، بعد ساعات سوف ينزل جبريل، جبريل سوف ينزل في العشر على الأرض يا عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله، لا يعصون الله. قال النبي صلى عليه الله: قال إن الملائكة، إن الملائكة في ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى. الملائكة سوف تنزل يا مسلمون في هذه العشر. الله الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر اعتزل النساء وشد المئزر وأقبل على ربه جل في علاه: يا الله، يا الله، محمد رسول الله، حبيب الله، خليل الله، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، محمد صاحب المقام المحمود وصاحب الحوض المورود وصاحب الشفاعة العظمى، محمد. لما أراد أن يصعد على البراق فامتنع البراق، قال جبريل: يا براق، يا براق، يا براق، أبي محمد تفعل هذا؟ والله ما ركب على ظهرك أحد أكرم على الله من محمد صلى عليه الله. محمد لما يأتي باب الجنة ويمسك بحلقتها فيقول الملك الذي على الباب: من في الباب؟ فأقول: محمد بن عبد الله. فيقول الملك الذي على الباب: بك أمرت أن لا أفتحها لأحد قبلك. قال النبي: فيفتح لي باب الجنة، فأدخل الجنة وإذا بالجبار، الله يستقبل نبيه على باب الجنة. هذا النبي كان يعتكف العشر، كان يعتكف العشر، فكيف بحالنا؟ نظم وقتك، نظم وقتك لهذه الأيام.